صباح الخير من عند شربل حبيس عناية السكران بالله. الأب شربل المخلوف سكن المحبس إلى 23 سنة بعيد عن العالم وحده مع الله، حرم حاله حتى من وج أمه على وعد أكيد أنه يغسل لها إجريها بالسما. بونا شربل اعتنق الصمت ونظر الطاعة المطلقة، نبذ الدنيا وما فيها تيضمن وج الله بالآخرة، وتطهر شربل من الخطية وصار قديس. ومن يوم ما شاف وجه الله ووجه أمه مرة جديدة، شربل الصامت البعيد عن الوعظ وبعيد عن الناس ما عاد سكت، يحكي وينور يوعظ ويبشر بالكلمة بالأعجوبة بالمرافقة بالصورة بالصلاة وبالقداس. يوم ما ترك بونا شربل الجسد وصار قديس، صار موجود أكتر، صار محسوس أكتر، وصار مسموع أكتر وأكتر. بونا شربل ما حكي، ما وعظ، ما كتب، بس قدر يجذب بصمته كل العالم، واليوم عم يجذب بعجايبه كل الكرة الأرضية. مين منا ما زار هالتلي وقعد وتأمل بالمحبس الواصلة عناية بالسما؟ مين منا ما ركع قدام ضريح القديس الكبير؟ مين منا ما حمل بركة زيت وبخور للناس اللي بيحبهم من دير مرمرون عنايا؟ اليوم السماء مفتوحة، زاحت غيومة والتلج غطى جوار الدير. مثل اليوم من 22 سنة لما نهاد الشامي طلبت الشفاء بشفاعة شربل من مرض الفالج اللي عجز الطب انه يشفي، نالت هالنعمة الكبيرة وترك المسيح على رقبتها جرح بيشهد لقدرته العجائبية بتحويل المستحيل للممكن. شفاعة شربل الخارقة بتكسر رتابة التعبير، بتغير المشهد وما بتدل إلا على اللي تسمر على الصليب، يسوع المسيح اللي خلع أبواب الجحيم، غلب الموت وحررنا. بزمن العتمات في سراج أكيد بعده ضاوي، ولا يوم انطفى، نحن باقيين بلبنان والشرق نشهد للنور ونبشر بالحب تيغمر الدنيا كلها. اللبنانية أخذوا شربل معهم وين ما راحوا، على أستراليا، على أمريكا، على أوروبا، على المكسيك، حتى على الصين، على أفريقيا. وهونيك الأعجيب وصلت، ووصلت مع اللي بيعرف مر شربل واللي ما بيعرفه. ما بعرف كيف وصل لوين ما كان، ما بعرف كيف قدر يجذب كل الناس، ولكن هالدير بيشهد وكل سجلات الدير بتشهد لوين وصلت أعجيب ومرافقة القديس شربل لكل بقاع الدنيا وبكل بقاع العالم.
أكثر عن هالموضوع. كثير من المواضيع اليوم رح نحكي عنها مع كثير من ضيوفنا يلي اجوا لعنا خصوصي وطلعوا عمر شربل خصوصي لحتى يشاركونا بهالنهار المميز، بس كمان رح نكون مع رؤساء دير عنايا. اليوم معنا الأب شربل البيروتي رئيس دير مرمرون عنايا، تفضل بير بيروتي. ومعنا الأب توما مهنا رئيس سابق لدير مرمرون عنايا، بينضم لنا كمان بعد شوي. تفضل تفضل ابونا. صباح الخير كاتيا، ونهار مبارك. يعني نقل مباشر لساعه 1 الظهر، رح منكون مع القداس مع المسيره وشهادات حياه مهمه. بارتوما اهلا وسهلا فيك. بارتوما مهنا، حضرتك رئيس سابق لدير مرمرون عنايا، ومن 22 سنه شدت طبعا على نعم كثيره بهالدير وبهالمكان الاستثنائي. بدي منك تخبرني، بما انه اليوم عم نتذكر الشفاء العجائبي لنهاد الشامي، كيف صارت القصة؟ كيف توجهت نهاد الشامي على الدير؟ وشو بتذكر من وقتها؟ أنا كنت رئيس هوني من سنة 86 للخمسة وتسعين. سنة 93 22 الشهر صباحا تيجي مدام الشامي، كان في ثلج أكثر من هلا، ولا 30 بين 30 وال 50 سنتيمتر كان ثلج. نعم. بتضل طالعة على المحبسة، بتزور المحبسة فوق وبتنزل وبتخبرني هون، كان جروحاتها باينين، إنه كانت عند الطبيب. هي متعبدة أكيد، متعبدة لمار شربل، وكانت تخدم ببيتها وتجيب تشتغل بالأرض ومسائل وتتصور مار شربل الوقت كان بالمحبسة ويشتغل بالكرم ويشتغل هيك، كأنها هي عم بتقتدي فيه، عم تتشارك معه بهالشغل. فكرة فكرة هاي كده علما. كانت بالمستشفى ورجعت على البيت على أساس إنه ما بيقدروا يعملوا لها عملية وما فيها تمشي قاعده ب انا تفاصيل كثير الخبريه، انا بتوقع ان هي اكيد وين بتعرفها، بس انا اللي ست نهار اللي كان عندها فالج. نعم. أنا اللي بعدني انا حافظه منها يعني. نعم. بير مهنا رح نتابع معك اكيد كل القصه، بس بدنا نستقبل بير بيروتي لانه بعد شوي مضطر انه يتركنا اكيد، لانه اليوم نهار مميز بدير مار شربل عنايا، والناس والجموع غفيره بلشت توصل من الصبح بكير لعندكم. بير بيروتي اهلا وسهلا فيك، شكرا لاستضافتك لنا اليوم، عشقنا لكم الدير. لا بالعكس، بس الدير حلو بعجقته دائما، انتم دائما الحلو انه مستعدين لتستقبلوا الناس. صحيح، مار شربل بالدرجة الأولى فاتح قلبه للكل، ونحن مجبورين نمشي على خطاه ونفتح الدير ونفتح قلوبنا لكل الناس يلي جايين حتى يصلوا وحتى يطلبوا شفاعة شربل، خاصة بنهار عظيم مثل هالنهار، ذكرى هالأعجوبة الحلوة، أعجوبة السيد نهاد الشامي، والفريدة من نوعها بتاريخ الأعاجيب كونها أعجوبة مستمرة ومتكررة. مثل ما بتعرفوا كل شهر جراح السيدة نهاد الشامي بترجع بتفتح، وكل شهر هالأعجوبة بترجع بتتكرر عن أول وجديد لتذكرنا أنه ربنا بعده عم يشتغل بشفاعة القديسين ومار شربل بنوع خاص، حتى كمان كل إنسان يتوب ويرجع للإيمان ويرجع للصلاة ويرجع لربنا. 22 سنة وكل شهر مسيرة، واليوم بهالفترة اللي حضرتك رئيس للدير هون أكيد عم تختبر قديش الناس عندهم إيمان كتير كبير عم يتجدد كل شهر ب 22 شهر. الأكيد ستنا، أنا مش بس فترة رئاستي على الدير، أنا كنت بالدير قبل ما أكون رئيس بسنة 2003 إلى 2007، ورفقت هالظاهرة من سنة 2004. أنا بعمل المسيرة كل شهر. نعم. ولما فليت 6 سنين ما غبت ورجعت وبعدني بعمل المسيرة، والحقيقة الملفت للنظر أنه كل شهر عم بيزيدوا، كل شهر عم يكتروا، كل شهر عم تنمى هالظاهرة أكتر وأكتر. هيدي علامة أنه مار شربل بالحقيقة رايد هيدا الشيء اللي عم بيصير، منه شغل بشري، هيدا شغل إلهي، تدخل ربنا بحياة البشر، والعالم عم بتلاقي ذاتها بهذا الحدث، عم بتلاقي ربنا بهذا الحدث، مشان هيك العالم عم بتزيد أكتر والظاهرة عم تنمى أكتر وأكتر.
أبونا نحن ما رح نعوقك، بعرف في التزامات وبدكم تنطلقوا من المحبسة على 9 تنكون مع القديس الإلهي على 10. بدي منك كلمة من القلب، أنت اللي بتحمل اسم القديس وتعمدت هون ونادرت حياتك مثله بهالرهبنة اللبنانية المارونية، شو بيعني أنه يكون الإنسان رئيس بهالدير، خادم لهالدير وقريب من ضريح شربل ومن كل النعم الاستثنائية اللي بتشهد لها يوميا؟ ما بتتلخص بكلمتين صغار لأنه هو شعور كتير كبير، بس أنا بقول خبرتي الشخصية هي أكبر نعمة معقول يحصل عليها إنسان بحياته. عشان هيك أنا لما بوعى الصبح وقبل ما نام من عشية ما بعرف قديش بدي أشكر ربنا وقديش بدي أشكر مار شربل على هالنعمة يلي خصني فيها، وبعدني ما بعرف ليش بس أطلع بحالي بعدني لحد اليوم بحس حالي مش أهل إنه يكون بمطرح مثل هيدا المطرح، ولكن برجع بقول لربنا ولمار شربل إنه أنتوا اخترتوا هيدا الشيء وأنا حقيقة ورقة بيضة بإيدكم تكتبوا عليها اللي أنتوا بتريدوه، وربنا هو بيدبر وإن شاء الله نكون عم نقدر نعمل الرسالة اللي هو داعينا أنه نعملها. تصور هذا شعورنا نحن اليوم بهالنهار المميز ووجودنا هون أكيد منه صدفة. شكرا لك بير بيروتي، نحن بنتركك يعني بلش دق جرس المسيرة وجرس كمان القداس بعد شوي الساعة 10. شكرا لك. شكرا لكم ويعطيكم العافية وإن شاء الله بيكون نهاركم مبارك وربنا يكون معكم. رح نتابع معك كمان بير مهنا، 22 سنة مسيرة كل شهر، أعداد غفيرة من المؤمنين عم تستقبلوها اليوم، بس لما وصلت ست نهاد الشامي لعندك مش وصلت هي اكيد وحده، سجلات الدير بتقول انه يوميا في اعداد هائل من العجائب بيقدمها مار شربل للمؤمنين بكل انحاء العالم وكلها بتتسجل بسجلات الدير. اذا ما توقفت انا عند طريقه كيف صارت الاجوبه لانه رح تسمعوا منها هي. نعم نعم. رح تسمعوها منها. نعم. انا بقدر مثلا اذا بدكم بنتقلوا بحدثكم شو معنى أكيد. بنظري فضل. بنظري فضل. لأنه وقت إجت وعملت الزيارة وفرجتنا أنه عمل له عملية وفي تقطيب وكل شيء وصفى بالليل، يعني ترك زوجها بعد ما اعتنى فيها وفات لزوجها مار شربل وعمل له عملية وقامت وصحت وجيت عند زوجها وندهت أولادها كلهم، عندها أولاد كثير، عندها 12 ولد ست نهار عيه كلهم، واجوا الصبح وطلعت ماشي على المحبسة بالثلج واجت لهون عال عجوبة. انا ما تعجبت كثير لانه مار شربل كان كل يوم اسمع عجوبة، انا قاعد 9 سنين هون كل يوم كل يوم كل يوم في عجوبة، كل يوم مش واحدة اثنين ثلاثة، ظاهرة انا اقول ظاهرة عجيبة نعمة كبيرة مار شربل، حضور الله في بس قالت انه قال لي على 7 سنوات لازم كل 22 شهر تطلع على عناية وترجع علامة العملية ترجع على رقبتها. شو معنى الشغلة انت؟ هذا الشيء جديد بالعجوبة. انا حسب ما فهمت يعني حاولت اني افهم شيء انه العجوبة العملها صححها بطريقة من الطرق، وقال لها الطريقة اللي صحت فيها هي الطريقة هاي العملية مش الغاية اني تصحي انت يا نهار، الغاية انه هاي اللي صححتك فيها هاي الغاية الاولى تصحي، بس الغاية الثانية انه يقشعوا الناس كأنهم كانوا حاضرين العجوبة كحاضرين العملية، صاروا يجوا الناس كل 22 شهر جي 1000 2000 3000 4000 اخر مرة ندهوني جيت قدست هوني ب 22 ايلول سنه ال 14. نعم. مليان ناس من هونيك مليان ناس بعد 22 سنه يعني 21 سنه معناتها يقشعوا الناس كانهم هن حاضرين العمليه، كانهم حاضرين الاعجوبه، كانهم حاضرين العجوبه العمليه. نعم. الأعجوبة صححتها. نعم. بس الغاية مش تصحي بس مثل ما كان المسيح يعمل أعجوبة حتى يأمنوا فيه، مش إنه أكرم الأعجوبة لأنه كل ربنا إيده فينا، هلأ أنا بعدني حي لأنه إيده فيه الحفظ، ربنا حفظنا بالوجود، هيدي بنشعرش فيها ليش لأنه ملكين الوجود، بس وقت بنقصنا شيء من الوجود الحاضر بنقول بدنا أعجوبة يتدخل، ما تدخل يتدخل كل تكة ربنا فينا، بس هون انه
يجوا الناس ويحضروا الأعجوبة ويأمنوا ويتوبوا ويصور حياتهم مستقيمة. وهودي بالألاف صار، بالألاف عدوا سنوات، وكل شهر عم بيجي مثلا بيجي 1000 2000 3000 واحد كل شهر، عدوا 22 سنة يعني ضربوهم 12. وقديش لكن نحن بحاجة لتذكير عم يذكرنا كل شهر على القليلة مرة، ضروري أنه يرجع يذكرنا بهالأعجوبة بهالحضور بهالإيمان، كأنه شخص عشان ما يقول، لأنه فيهم قالوا مثلا يمكن طبيب عمل هاي وعملوا له دعاية هيك، عم بيجي أنه عم ترجع تطلع يعني كلنا توما يعني الجرح كلنا توما لسه توما. أبونا يعني عم تحكي عن الناس، هالدير هو محج عالمي لكل الجنسيات، للمعمدين وغير المعمدين، ونحن عم نشهد كاتي يعني أنجا قدرنا نوصل من عجقة، ومع أنه نحن جينا كتير بكير. مظبوط. شو سر هالمطرح يلي عطول بضوي وعطول على زود؟ يا أخي عيني أنت تعرف السر هو المسيح بالنهاية، وحب يعطينا النعمة بمار شربل الإنسان، الحياة خفية خالص، من بلد من ضيعة مشي، عائلة مشي، راس لبنان مطمومة بالتالج بالأغافرة، وإجا لهون لأنه دارس ولأنه متخصص ولأنه ما نقص، قاعد بوني دايرين بس قاعد بالمحبسي كل حياته، إنه المسيح، المسيح الألف والياء هو المخلص، هو الخالق وهو المخلص، وبكرة هو الديان. مرشار بالشهادة ناطع الإنسان بحاجة، هو المسيح شخصيا اجا وحكي، وتلاميذ 12 واحد منهم خانوا، معرض الانسان ابونا. شكرا لك برتوما، نهار اكيد مثل يعني لنا نهار كثير مميز وللناس كمان، بس انتم عم تختبروه لكم 22 سنه كل شهر هالنهار، رح نتركك اكيد كمان تكمل كل مسؤولياتك اليوم بهالنهار المميز، ونحن رح ننتقل. انا بشكركم كثير كمان، انا اشكركم كثير على الجهد اللي عم تعملوه والبرنامج اللي بتعملوه مفيد للاخرين، انا بشكركم كثير. شكرا لك. شكرا لك. نحن رح ناخذ وقفه مشاهدينا ومن بعدها رح نتابع، نحن وياكم بالنقل المباشر من مار شربل عنايا بهالنهار المميز اللي هو 22 شهر، بس هال 22 هو ذكرى 22 سنه لاعجوبه نهاد شامي اللي يمكن كلكم سمعتوا عنها، بس اليوم رح نخبركم عنها بالتفاصيل ورح نخليكم ترافقوها مرافقه كامله، بس كمان رح نخبركم ليش هالقد في جاذبية بهالمطرح، هالقد في جاذبية عند القديس شربل بعد هالوقفة. باسم سراج الزيد أضاء إيمانا في عصر الكفرة، باسم السنديانة التي تنسلها المؤمنون عودا عودا، نصلي فتضرع لأجلنا يا شربل، إننا تائبون. قداسك الحق لي، مذبحك البيت بحنيه.